مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 17 للأحد 23 تموز يوليو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ بهذا الأسبوع يوم 23 يعني 23 تموز يوليو بتنتقل الشمس من برج السرطان لبرج الأسد، وبتتغير الظروف وبندخل كلنا في الجزء الثاني، يعني نحن هلا بآخر أسبوع بالجزء الأول من الشهر تحت تأثيرات الشمس من برج السرطان. الأجواء لكم مواليد برج الحمل بدكم تتحملوها هو هذا الاسبوع، بعدين اخر الشهر رح بيكون كتير حلو. من هلا لوقتها بدنا نطول بالنا لانه في عنا بدايه الاسبوع في نيو مون قمر جديد في برج السرطان، وبيخلص الاسبوع تقريبا بشويه تعب لانه القمر بيكون ببرج الميزان. فبجميع الاحوال خلونا نشوف كيف بده يكون هذا الاسبوع الاحوال الفلكيه. منبلش طبعا مع يوم الاثنين، الاثنين رح ميزه عن غيره لانه يوم الاثنين الوحيد اللي القمر بيكون ببرج السرطان، وفي عنا نيومون ببرج السرطان، تاثيرات مهمه جدا، تاثيرات عائليه شخصيه قرارات خاصه بالنسبه لإلكم، في بعض التعب وفي بعض المزاجية الانفعالات وقرارات قد تتناقض وتتنافر مع قرارات الآخرين خاصة بعائلتك، لكن جميع الأحوال النهار بيقدر يمرق بكل هدوء وروى. التلاتة الأربعة والخميس حتى 8:15 بعد ظهر المساء توقيت بيروت الصيفي في عنا قمر موجود ببرج الأسد، هون الأمور عندكم بتصير حلوة، بتتحسن الأمور، المعنوية ترتفع وبتصير الأجواء أفضل بكتير من قبل، هنالك انفراج، هنالك ضحكة، هنالك نوعا ما رغبة في تلطيف الأجواء إذا كنتوا زعجتوا الآخرين بعطلة الأسبوع أو يوم الاثنين، ففي احتمال أنه تتلطف الأجواء ويصير في جو نوعا ما صديق لإلكم، في جو من الصداقة، جو شوي من الهدوء والمرونة. وبصراحة هدول هني أفضل 3 أيام عندكم في هذا الأسبوع، فاستفيدوا منهم للماكسيموم. منروح للجمعة والسبت، الجمعة والسبت في عنا قمر موجود في برج العذراء، فمندخل يعني مواليد برج الحمل باجواء شوي ثقيله. عم بقول لكم من الاول قلت لكم هذا الاسبوع هو اسبوع متعب، شغل شغل من اوله، استفيدوا من فتره وجود قمر برج الاسد. لما بيكون في عنا القمر في برج العذراء هو اذا يوم وفتره شغل، تعب، اهتمامات، ركض، وهنالك بعض الضغوط اللي عليكم وبتحسوا ببعض المسؤوليه ولا باس بذلك، لكن انتبهوا من مشاكل صحيه، هالمشاكل الصحيه يمكن بتخصكم، بتخص حدا عندكم بالعائله او اعطال منزليه، المهم نهار طويل طويل طويل، نهارين طوال طوال طوال، حاولوا انكم تاخذوا الامور بهدوء وبمرونه لكن برحابه صدر، صدر، وما تلوموا الاخرين على اخطاء عم بتصير لانه تتضخم القصه، اوكي؟ اما الاحد، الاحد القمر موجود ببرج الميزان. يلي هو برج معاكس لكم، يعني في ضغوط، لكن الحلو انه الشمس صارت ببرج الاسد، يعني المعاكسة يلي بتعكسوها، الظروف يلي بتتذمروا منها احتمال انه ما تكون هالقد شديدة، لكن في بعض الاشخاص المزعوجين منكم في انزعجوا منكم بالاسابيع الاخيرة وفي هاليومين الاخيرين، فانتبهوا ما يصير في نوع من اخذوا عطا لكن بطريقة شوي صعبة، فكونوا حذرين، يوم الاحد اذا يوم متعب. كلكم بعدكم محظوظين بشكل عام، لكن بشكل خاص 18 و19 نيسان ابريل. تابعوني مع الابراج اليوميه والشهريه للمزيد من التفاصيل. باي باي.